يا عيني على السيارة، شنو الوساخة اللي بيها؟ من جيت من السفر لحد الآن وسخة. نوم أغسل. رجعت من مصر بشرتي صارت كلش جافة، رغم انه انا اكثر وحدة بالعراق تشرب مي هواية ونحسب بشرتي او بشعري. جربت مرطبات وكريمات وهم ما فات. اللي عنده يعني انه فت كريم او مرطب نجربه وشايفين عليه نتيجة، احد يدز لي اياها صورته على الدايركت، خصوصا للبشرة الجافة. شوي انا بشرتي جافة لان دعاني من هذا الموضوع، خصوصا من رجعت من السفر. قد حلو من تكمل شغلك وتكمل التزاماتك وتروح على شخص عزيز عليك منتظرك وعازمك على غدا فوق القهر. انت لازم تسوي الغدا اللي هو برغل، دجاج، باذنجان، وهاي التفاصيل هاي كلها اوكي، بس المشكله انه هذا الانسان راقي جدا، وراح هسه اشوفكم من هو وكلكم تحبوه اكيد. اسامي انا متجهت له بس ازدحامات فول. بس عندي سؤال، من يعرف انه سريع محمد القاسم شوكت ينفتح؟ تردون تعرفوا منه حبيبي واللي جاي يمه اليوم واللي عازمني على برغل ودجاج وهاي السوالف؟ بس لا تاخذوا مني رجاء، رجاء لا حد تاخذه مني. شوفوا اكوا، هيا سعود يا حياتي، اشتاقت لك حياتي، حد تاخذه مني. شوفوا اكوا، هيا سعود يا حياتي، اشتاقت لك حياتي. الله يسلمك قلبي، شنو هالجمال؟ اي يا بنات دير بال وحده من عندكم تاخذه مني، وعلى عناد المضغوطين.